السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخواني، في ناس كثير تعاني من مشاكل مفصل الركبة. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أعلمكم تمرينين. التمرين الأول راح أعلمكم إياه هو في الصلاة، تجدون في الصلاة لازم تطبقونه بشكل صحيح، لأن الناس كثير ما تطبق هالتمرين في الصلاة بالوضعية الصحيحة. راح أعلمكم إياه الصلاة. والتمرين الثاني اللي هو على الإقدام باستخدام مساعدة بالكرسي. أنا نزلت في الفيديو السابق علاج مشاكل الركبة اللي عنده في عنده اعصاب، اللي عنده اللي يشد الاعصاب، طبعا اللي عنده مشاكل في الركبه الاعصاب اللي هنا تشد وتمنع الترويه في مفصل الركبه وتسبب له مشاكل، ما يقدر يمشي، يحس بالم لان الركبه ما توصلها ترويه. راح احط لكم رابط الفيديو السابق في مربع الوصف اسفل الفيديو. التمرين السابق هذا كان كذا، عباره انك تسوي كذا وتسوي اطالات، تسوي اطالات للعضلات الموجوده اسفل الركبه عشان تفتح الترويه لمفصل الركبه. لكن هذا التمرين ثاني، لان في ناس عندهم مشكله تيبس خشون في الركبه، في لها تمرين خاص. سبحان الله، الله جعلها التمرين في الصلاه، لكن في ناس في الصلاه ما تطبق التمرين بشكل صحيح. شوف التمرين في الصلاه، شوف لما في ناس تصلي تفتح رجولها كذا في الصلاه، رجولها هذا ما 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 بشكل مستقيم، ما تخليها بشكل مستقيم، تفتح رجولها، هذا غلط. لما تصلي وانت رجولك مفتوحه كذا، ما ما مفتوحه سيده، ما سيده، هذا يعتبر تمرين انت ما استفدت منه صح. فلازم اول بدايه انك تخلي رجليك تشوف الانشاط، شوف رجليها هنا يكون بشكل مستقيم عند الركوع، هذا هو التمرين. فلازم شوف هذا التمرين، لازم تكون رجولك سيده بشكل مستقيم، ثم بعد ذلك تبدا بالنزول. اللي عنده مشاكل في المفاصل، راح يحس بالم في الركبه الين في الركبه، لانه المفاصل ما سيده معه، هذا المفصل مال الركبه ما سيده معه. فلازم انت الله جعلنا لك سيد رب العالمين هالتمرين، فلازم تسوي كذا. فاما انك اذا جلست تصلي في كرسي تقول لي عندي مشاكل في الركبه وجالس تصلي في كرسي، هذا ما يعدل معك مفصل الركبه. فلازم انت تسوي كذا هالتمرين وانت تصلي، حتى لو كان خفيف السن ما ياثر عليه هالتمرين، هالتمرين ما ياثر على احد، هذا التمرين ساعد الركبه. هذا التمرين الاول شو هو؟ كذا. انت كذي تعمل تعدل مفصل الركبه، فلازم يكون هذا المفاصل تعدل مفصل الركبه، خلي رجولك سيده وتستفيد منه كذا. خلي رجولك سيده وتطبق التمرين صحيح، وظهرك يكون مستقيم. سبحانك رب العظيم، سبحان الله، هذا مفيد جدا لمفصل الركبه. عندك ايضا في مرحله السجود، لما تجي تسجد، شو لما تجي تسجد هذا نفس الشيء مفيد لمفصل الركبه. لما تجي تسجد لازم هذول رجولك تكون مستقيمه، شو سبحانك رب العظيم، لازم رجولك تكون 90 درجه. فهم التمرين هذا ايضا مفيد، لكن اهم شيء اللي عدل مفصل الركبه وهذا التمرين. فلما يقول لك الوالد انا ما اقدر، اقول له يا الوالد حاول، اذا هو شخص مثلا كبير في السن عنده مشاكل في الركبه، ترى يعتبر هذا تمرين. انت لما تيجي تصلي تركع وتقوم، ترى هذا يعتبر لك تمرين، ترى تمرين خفيف، تصلي بالصبح سنه فرض الظهر يعتبر تمرين كبريشن، لانك انت ما تبي 24 ساعه تكون جالس في الكرسي. فهذا كبار السن اللي ما يعتمدون على الكراسي، فدائما يصلون بطريقه صحيحه كذا، يقول لك ما بتعود على الكرسي، ما يعانون من مشاكل الركب، ويتم طول عمره يعني يمشي، ترى تعتبر تمرين في الصلاه. اتمنى انكم فهمتم هالتمرين، كان واضح، والان سوف اريكم التمرين مال الاقدام. الترك للعاده عشان تفهمون صح، التمرين لازم رجولك تكون سيده، ولما تجي تسجد لازم مفاصلك تكون سيده، شو هذا مفصلك، ما تكون رجولك كذا منفتحه، لازم سيده. تبدا تسجد، هذا يعدل معك مفصل الركبه. هذا التمرين يعدل معك مفصل الركبه، يخليه مره سيده. التمرين السابق كان للعضلات، هذا يعدل مفصل الركبه، يعطي مرونه. والان سوف اريكم التمرين الثاني اللي خبرتكم به باستخدام الكرسي وعلى الجدار. هالتمرين اللي على الجدار باستخدام مساعده الكرسي، هذا رجول تجيب خاطف الجدار، لازم تجيب ترجع رجلك، يعدل لك هذا مفصل الركبه. ترجع الرجل الثاني، هذا تشوفه بالرجل من تحت، من تحت الرجل الين الحوض، لازم يكون تكون مره منتصقه في الجدار. وهذا هو التمرين، تشوف تكون منتصقه في الجدار ورجولك مثل ما خبرتكم، لازم ما تكون رجولك سيده، تكون سيده كذا عشان المفاصل لما يرجع يرجع سيده. شوف هذا التمرين، تخلي رجولك سيده من تحت وجسمك كله صاق في الجدار، وتبدا بالنزول عند الكرسي. التمرين صعب اللي عنده مشاكل في الركبه، شوفوا جسمي الحين من هنا لاصق الجدار، اللي عنده مشاكل في الركبه راح يحس بالم، لان ايش؟ لان المفاصل الركبه ما سيده معه، لكن اذا المفاصل سيده ما يحس بشيء الم. شوف تبدا بالنزول. هذا شو؟ يعدل له مفاصل الركبه، اللي عنده مفاصل الركبه من يسوي هالتمرين حتى لو كان شخص كبير في السن او ضعيف او شو؟ راح تروح عنه مشاكل الركبه، وراح يرجع المفصل طبيعي. اليوم مره من بعد اول تمرين
راح يحس بتحسن يمكن تصل الى 100% من اول تمرين. تشوفون هذا هو التمرين. يقول لك لازم تكون لازم تصل الاقدار هنا بشكل مستقيم سيده تعدل مسارك. شوف تبدا تنزل. تبدا تنزل بحسب الالم، اذا في الم اصبر شوي، اذا في الم كذا حسب الالم خف انزل. ثم بعد ذلك تشوفون هذا هو التمرين. يسمك من في منتصف الاقدار. تشوفون وتبدا بالنزول. راح تحس بشد هني شوية اللي عنده مشاكل الركبة طبعا تكون مع شدود هنا الأعصاب تشد. تبدأ بالنزول. هذا هو التمرين. أتمنى التمرين واضح. فهمتم هالفيديو؟ شوف استخدامه لمساعدة نفسي وحدك بإمكانك أن تطبق هالشيء، لكن إذا الشخص ما يفهم وايد تحاول تعلمه. جسمك يكون متصل تبدأ بالنزول. ها واحد ها ما شيء أبسط منه. لازم يكون ظاهرك جسمك كله راسه مريض. شوف هذا هو التمرين. تمرين سهل جدا وبسيط يعدل لك مفصل الركبه وتروح عنك كل المشاكل. التمرين السابق كان الشدود. طبعا كمعلومه في الاخير، الشخص اللي عنده مشكله في الركب في مفاصل الركبه يجي شد اول ما يركض، اول ما يسوي شيء يسوي حركه غلط الاعصاب هنا تشد لانك خلاص توقف عشان ما يجيك شيء تكال، عشان ما تتمزق، عشان ما تتاكل على مفاصل الركبه. فالاعصاب شو تسوي؟ تشد. الجهاز العصبي يرسل لك اشاره ان في الم. فمن تجرد ما تسوي انت التمرين اللي خبرتكم عنه سابق، لكن هذاك ما يفيدك، لازم تعدل مفاصل الركبه. ان عنده مشاكل في المفاصل لازم يسوي هالتمرين. تمرين جدا مفيد ومجرب، استفيدوا منه. وهالتمرين حتى موجود في الصلاه، الله ما جعل عذر لما تسوي كذا. اتمنى انكم استفدتم من هالفيديو، الشرح كان واضح. شكرا جزيلا لكم على المتابعه.